الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. المجلس الوطني المنحل والإشكالات السياسية، هذا عنوان مرحلة سياسية مر بها شعب البحرين، وتفاءل كثيرا بأنه سينتقل من خلالها إلى ديمقراطية حقيقية في المراحل القادمة. إن الله سبحانه وتعالى من على البحرين بحضارة إنسانية وعلمية وثقافية تضرب جذورها في أعماق التاريخ، وأن هذه الصفة الحضارية التي بناها إنسان هذا البلد بوعيه وكفاءته، واشتهرت بها البحرين بين الدول الإقليمية والعربية والعالمية، ولم تنقطع في مختلف الأحوال والظروف السياسية، بل استمرت حتى وقتنا الحاضر. فاتصال ابن هذا البلد بالأمم المتحضرة قد أكسب البلاد انفتاحا على العالم، مستمدا من طبيعة موقعها الجغرافي ومن استعداد شعبها للتفاعل والتكيف مع الثقافات الجديدة الوافدة، وقد ظهرت نتائجه بصورة واضحة في مجالات النشاط الحضري والثقافي والفكري والسياسي والحقوقي. وكان لموقع البحرين الاستراتيجي ميزة من ناحية التطور الحضاري، ميزت هذا الموقع البحرين الاستراتيجي ميزة من ناحية التطور الحضاري، مما جعلها أمنية للدول المتنافسة، ومنها بريطانيا التي أدخلتها ضمن الحماية البريطانية. بطبيعة الحال شعب البحرين مر بتقلبات سياسية عديدة طوال حياته السياسية، ولقد تمثل التنافس الدولي في البحرين من الناحية التاريخية في سلسلة متعاقبة من الدول صاحبة النفوذ في فترات التاريخ المختلفة، فلقد خضعت البحرين للسيطرة البرتغالية من عام 1507 إلى عام 1622 ميلادية، ومن ثم خضعت تحت أمرة الأسرة العربية لرعاية فارسية متقطعة من عام 1622 إلى عام 1783، أي حينما طرد الفرس البرتغاليين من الجزيرة، واستمر الحال على هذا الشكل إلى مجيء العتوب عام 1783. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت البحرين تحت حكم آل خليفة، ومنذ تسلموا حكم البحرين عملوا على الدفاع عن حكمهم، حتى انتهى الأمر بقيام بريطانيا بالمحافظة على ما سمي بالوضع الراهن في منطقة الخليج، والذي استمر حتى الاستقلال، حيث ربطت بريطانيا معظم دول الخليج بمعاهدات صداقة، والحماية البريطانية في البحرين تمتد بصورة رسمية في الفترة ما بين 1880 ميلادية حتى 1971، غير أن هناك ارتباطات واتفاقيات سابقة عقدها حكام البحرين مع ممثلي بريطانيا في الخليج، وذلك في الفترة ما بين 1820 حتى 1968،
واعتبر الشعب البحريني الفترة من عام 1880 إلى 1971 الفترة السياسية المأساوية في تاريخ البحرين، وقد ترتب على وجود البريطاني في البحرين آثار سلبية على حقوق المواطن السياسية والإنسانية والاجتماعية، وكانت الفترة ما بين 1869 إلى 1932. في هذه الفترة تم تحديث النظم الإدارية وإنشاء المجالس البلدية من 1919 حتى 1920، والتي كانت تقوم بمهام كثيرة من الشؤون الإدارية، وكانت المجالس البلدية مكون المجلس البلدي مكون من 8 أعضاء معينين. من قبل الحكومة، ثم زيد عددهم إلى 24 عضوا، وانتخب الأهالي أيضا بعضهم 1926. ولقد صدر في عام 1919 قانون بلدية المنامة، ونص فيه على حق الحاكم بتعيين أعضاء المجلس البلدي، وقد تكون المجلس البلدي الأول من نائب رئيس وثمانية أعضاء، واستمر هذا الوضع إلى 1924 تقريبا، حتى أدخلت بعض التعديلات على قانون البلدية، عندما زيد عدد أعضاء المجلس إلى 20 عضوا، يجري تعيين 10 منهم من قبل الحكومة، والعشرة الآخرون ينتخبون بالاقتراع السري من قبل أفراد الشعب الذين لهم التصويت، وتعتبر هذه الانتخابات الأولى في البحرين. فالبداية المبكرة لنظام الانتخاب في البحرين قد ساعدت على نمو الوعي السياسي فيها، وتحقيق قدر من المشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد. ومن الجدير بالملاحظة أنه قد سمح للنساء في البحرين بالاشتراك في الانتخابات وإعطاء أصواتهن لمن يرشحن من مناطقهم، وبذلك تكون المرأة البحرينية قد سبقت شقيقاتها العربيات في ممارسة هذا الحق. ولقد أدى نجاح النظام الجديد في تكوين المجلس البلدي وازدياد المشاركة الشعبية في انتخاب أعضائه إلى تعميم التجربة في المدن الأخرى، فتكونت المجالس البلدية في مدن المحرق والحد والرفاع وغيرها من المدن البحرينية. الاستعداد والرغبة الملحة من قبل سكان القرى إلى إنشاء مجالس بلدية في قراهم، فتم إنشاء 8 بلديات مستقلة في القرى، وقد أنشأ المجلس الإداري بإعلان رقم 19 لعام 1959، وكان يرأس المجلس نجل الحاكم الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس الوزراء منذ 15 أغسطس 1971، بعد أن شغل منصب رئيس مجلس الدولة عام 1970، أي قبل استقلال البحرين. أما البحرين بعد الاستقلال، بدأ الحكم في البحرين بعد الاستقلال مباشرة بخطوات سياسية مهمة تفاعل معها شعب البحرين بصورة واسعة لإنجاحها وليجعلها بداية الطريق إلى الديمقراطية التي تحقق له المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار. ومن تلك الخطوات الإعلان عن مشروع دستور للبلاد في 16 ديسمبر 1971، وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني
لدولة البحرين، أعلن أمير دولة البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في بيان للشعب رغبة حكومته بتكليف مجلس الوزراء بوضع مشروع دستور حديث متطور للبلاد يكفل تطبيق المبادئ الديمقراطية السليمة، وتنفيذا لهذا البيان فقد عين أمير البلاد لجنة تحضيرية من 4 وزراء كلفها بإعداد مسودة للدستور الجديد بمساعدة الخبير الدستوري لمجلس الأمة آنذاك. وبعد عدة اجتماعات دامت 4 شهور أعدت اللجنة الوزارية مسودة الدستور للبلاد، وأوصت مجلس الوزراء بوضع خطة زمنية لدراسة مشروع الدستور من قبل المجلس المذكور ثم عرضه على المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره. وعلى ضوء هذه التوصية أصدر الأمير المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للبلاد. كما أن المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1972 والصادر في 20 يونيو 1972 نصت المادة الأولى منه ينشأ المجلس التأسيسي لوضع مشروع دستور للبلاد ويتألف من 22 عضوا ينتخبهم الشعب بطريق الانتخاب العام السري المباشر ومن عدد لا يزيد من 10 أعضاء يعينون بمرسوم، ويكون الوزراء أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم. أما المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1972 والصادر في 16 يوليو 1972 فيتعلق بتنظيم أحكام الانتخاب للمجلس، وجاء في المادة 8 منه بإجراء انتخابات عامة للمجلس التأسيسي يوم الجمعة 1 ديسمبر 1972 وفي اليوم المحدد للانتخابات. تشكيل المجلس التأسيسي، انتخب شعب البحرين 22 عضوا للمجلس التأسيسي. طبعا في تشكيل المجلس التأسيسي قاطع اللي هو القوى الوطنية اليسارية التحرير والشعبية، قاطعت الانتخابات في هذه الفترة، فانتخب شعب البحرين 22 عضوا للمجلس التأسيسي، وفي يوم 9 ديسمبر 1972 أصدر الأمير مرسومين، الأول يقضي بتعيين 8 أشخاص كأعضاء في المجلس التأسيسي بالإضافة للأعضاء المنتخبين، والثاني يدعو المجلس التأسيسي المكون من 22 عضوا و8 أعضاء معينين و12 وزيرا بحكم مناصبهم للانعقاد في يوم 16 ديسمبر 1972، وذلك بمناسبة العيد الوطني للبحرين. وقد افتتح أمير البلاد الجلسة الأولى للمجلس بكلمة، وبعدها باشر المجلس أعماله منذ ذلك اليوم في مناقشة أحكام مشروع الدستور الذي قدمته الحكومة لأعضاء المجلس التأسيسي لإقراره بعد إدخال التعديلات الضرورية له. الوقت أستاذ يداهمك، باقي أقل يعني تقريبا 5 دقائق. سريعا، مناقشة وإقرار دستور 73 طبعا حددت مدة المجلس المذكور لإقرار مواد الدستور ب6 شهور ابتداء من تاريخ أول جلسة في 16 ديسمبر
1972 وانتهى بالفعل المجلس التأسيسي من مراجعة وتعديل مشروع الدستور مادة في 26 مايو 1973، وقد تليت مواد الدستور المقترحة بعد التعديلات عليها في جلسة خاصة في 2 يونيو 1973، وكان آخر جلسة للمجلس اللي هي الجلسة الختامية بتاريخ 9 يونيو 1973. وقد عقد المجلس التأسيسي 45 جلسة، منها 9 جلسات سرية لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس. حاول أختصر صدور قرار الانتخاب للمجلس الوطني بعد إقرار الدستور 73، صدر قرار الانتخاب للمجلس الوطني. أصدر الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة الأمير السابق في 11 يوليو 1973 مرسوما بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني، وجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم: يتألف المجلس الوطني من 30 عضوا ينتخبهم الشعب بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ويكون الوزراء أعضاء في المجلس الوطني بحكم مناصبهم. مستوى المشاركة الشعبية والتيارات السياسية في الانتخابات: تنافس 114 مرشحا على 30 مقعدا في أول مجلس وطني. وشهد صباح يوم الجمعة 7 من ديسمبر 1973 بدء العملية الانتخابية، وكان المرشحون يمثلون كافة التيارات السياسية وفئات واتجاهات الشعب البحريني، وبلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم في جدول الناخبين 27,000 ناخب مقارنة بنحو 22,000 ناخب في انتخابات المجلس التأسيسي. كان هناك إقبال من الشعب على العملية الانتخابية لإدراكه بأهمية وجود مجلس وطني يحقق له تطلعاته الوطنية. انتخاب أعضاء المجلس الوطني كما هو موجود في الورقة، حاول أن أتخطى العناوين حتى دقيقتان فقط أتجاوز الوقت. عندنا خطوات، ننتقل إلى خطوات الحكومة لحل المجلس. بعد أن أكملت صورة المجلس الوطني وتمت تسمية أعضاء عبر انتخابات عامة، أصدر أمير البلاد في 10 ديسمبر 1973 موعداً لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بناءً على ما تنص عليه المادة رقم 33 من الدستور. تقدم رئيس مجلس الوزراء باستقالة الحكومة في 11 ديسمبر 1973 إلى الأمير، وصدر في اليوم ذات الأمر الأميري بقبول الاستقالة. واستكمالاً للإجراءات الدستورية، أصدر أمير البلاد في اليوم التالي 12 ديسمبر أمرا أميريا كلف بمقتضاه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة برئاسة الوزارة الجديدة، وقبل مرور 72 ساعة على إعادة تكليفه، رفع رئيس الوزراء إلى أمير البلاد رسالة تشكيل الوزارة الجديدة. بدء جلسات المجلس الوطني: ويعتبر يوم الأحد 16 من ديسمبر 1973 هو البداية التاريخية لبدء التجربة البرلمانية في البحرين، حيث عقد المجلس الوطني أول جلسة له في هذا التاريخ، حيث قام الأمير بإلقاء الخطاب الأميري بمناسبة افتتاح المجلس الوطني، وبعد ذلك ألقى رئيس الوزراء كلمة شكر، ثم بدأت على أثرها المرحلة الإجرائية، حيث أدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمجلس الوطني اليمين
الدستورية، وذلك تمهيدا لبدء الاجتماعات المجلس في يوم الأحد 23 ديسمبر 1973. انتهى الوقت، انتهى الوقت المخصص الورقة الإسراع في إعطاء ملخص. حاول أن خطوات الحكومة لحل المجلس في 24 أغسطس عام 1975، تقدم رئيس مجلس الوزراء باستقالة إلى أمير البلاد، وقد جاء في الخطاب الاستقالة إن الوزارة أخذت على عاتقها استكمال التشريعات الضرورية اللازمة لمرحلة الاستقلال، ولكن الوزارة لم تجد في المجلس الوطني عونا لها في ذلك، رغم محاولاتنا المخلصة التي بذلناها خلال عامين، إذ سادت مناقشاته أفكار غريبة عن مجتمعنا وقيمنا، واتجهت إلى الإثارة والإهاجة والتحريض والمزايدة، وعملت على بث الفرقة وروح الكراهية. التاريخ طبعا يعيد نفسه، وممكن من خلال هذه المفردات يعني ممكن مراجعة التاريخ، وأيضا أعتقد غير مقدرة للضرر الذي يعود على الوحدة الوطنية من جراء ذلك، ودأب بعض الأعضاء على زرع العراقيل والمشاكل داخل المجلس في الوقت الذي كانت فيه البلاد حكومة وشعبا في أمس الحاجة للتماسك والتكاتف. فلم يكن قد مضى على استقلال البلاد سوى فترة قصيرة، ما زال الكلام لرئيس مجلس الوزراء، وكان من الأولى تكثيف الجهود لتحديث النظام الأداري ولتنشيط الاقتصاد الذي كان في حالة ركود. ولقد وصلت العلاقات في الأيام الأخيرة بين الحكومة والمجلس الوطني إلى أن يقف بعض أعضاء المجلس وبشكل شبه دائم ضد أي اقتراحات تقدمها الحكومة، وذلك من منطلق اعتقادهم بأن الديمقراطية هي أساساً الاختلاف مع الحكومة. هذا انتهى كلام رئيس الوزراء. عذراً على المقاطعة أستاذ، انتهى الوقت المخصص، ويمكن أن يعني تحال إلى المناقشة أو بس أنا يمكن أن تعطيني فرصة أعرض تطلعات الشعب البحريني في ذلك الوقت. يعني هناك الوقت جداً ضيق، يعني أمامنا الآن ثلاث أو ورقتان أيضاً. وشكراً معذرة.